وهذا تقول قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قل أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وضرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مثل هذا إن شاء الله يحفظك الله عز وجل به. كان كعب الأحبار ابن ماتع، كعب ابن ماتع الحميري يسمى كعب الأحبار لعلو علمه، كان يهوديا فأسلم، كان يقول، كان لا يترك هذا الدعاء، كان يقول والله لولا هذا الدعاء لسحرتني يهود، لأنهم نقموا منه أنه أسلم ونفع الإسلام بعلمه.